دكتورة سناء الشريف، المجلس القومي للمرأة. أهلا بك معانا في أخبار اليوم، وكلمينا النهاردة عن زيارة حملة وحشتونا للمملكة البحرينية والاستقبال وهدف الحملة. الله يسعد معالي وزير السياحة، أطلق حملة وحشتونا أخذتها سيدة حنان نصر شركة موشنز برعايتها، هي تولت الحملة وبدأت تنظم فيها. والمجلس بما إنها سيدة واعدة، فإحنا بنشجع جميع السيدات في جميع أعمالهم. يعني إحنا وقفنا برضو بجانب السيدات لما يبقوا قاضيات، وقفنا جنب السيدات إنهم عدم إقصائهم من المنصب العليا، فكان بالتالي لازم نقف برضو مع العمل الحر ومع منظمات المجتمع المدني بتعمل فيها صالح لمصر. فجينا طبعا كانت الحملة دي هتبدأ انطلاقها من البحرين، زي ما شفت حضرتك بدأ انطلاقها من البحرين. فجينا نادي السيدات العالمي البحريني، كان طبعا حضرتك شفت الاستقبال كان شكله ايه، كان برئاسة الشيخة هند آل سلمان الخليفة، ورئيسة النادي هي السيدة هند، الشيخة هند دي رئيسة الشرفية للنادي، والسيدة إيرية عبدالله الدشي دي رئيسة النادي. وطبعا جت طبعا الشيخة سجبة لما عرفت بالموضوع ما أخرتش نفسها، وكانت في استقبالنا بنفسها. وطبعا شفتوا يعني الصفوة الموجودة والكم الموجود، ودي كانت فكرة إن إحنا نخاطب الشعوب ما نخاطبش أنظمة، تكون المخاطبة للشعوب مش للأنظمة، بحيث إن إحنا نقول لهم وحشتونا تعالوا لنا مصر عشان بتوحشونا كمان وكمان. طبعا طبعا مجلس قومي للمرأة بيتعاون مع جميع السيدات في الدول العربية، ولن يخفى عن أحد شيئا أن المجلس القومي للمرأة كان رئيس جميع المجالس القومية العربية وقت من الأوقات. الخطوات الجاية إيه اللي هتعملها الحملة؟ يعني زرت البحرين وزرت الإمارات وزرت السعودية؟ طبعا بعد ما نخلص البحرين هنطلع على الإمارات الثلاثة، دبي وأبو ظبي والشارقة. بعد كده هنطلع على السعودية. بعد كده يعني شوية بننظم نفسنا، بنعيد جدولة تانية وتنظيم. بعد كده بنطلع على أوروبا، على الاتحاد الأوروبي، لأن طبعا هو ده اللي فيه نسبة كبيرة معلقة السياحة في مصر. فإحنا طبعا لازم نخاطب الشعوب زي ما قلت لحضرتك، ما بنخاطبش أنظمة ونقول لهم وحشتونا تعالوا زورونا. شكرا يا فندم.